السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الساندويش ديال الزربة اللي دايما كنحضروا لوليداتي ملي كنكون مزروبة. ساندويش اللي هو ساهل ولديد، كيحب مارك يجي لديد بزاف. اللي عجبتو الفكرة يتبع معايا الفيديو حتى للاخر. كنحتاجوا للمقادير ديالو واحد صدرة ديال الدجاج، صدرة وحدة تكون مقطعة مربعات صغار، بصلة مشلطة، ملحة وإبزار، تحميرة، واحد معلقة ديال لاموطارد. بالنسبة للعمارة ديال الشلاضة، ماتيشا والخس وبصيلة وشوية ديال لاصوص أندالوز والفروماج المربع، يعني الأمر سهل. بالنسبة للخبز، كان أنا بالنسبة لي كنستعمل هاد الخبز ديال الساندويش ولا العيش اللي كيتسمى العيش. صافي كيجي غزال هاد الساندويش ولذيذ بزاف 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 وساهل داغيا ما كيتصيب. عادي ناخذ واحد المقيله وعادي نقولوا بسم الله توكلنا على الله، نحطوا واحد شويه ديال الزويته، نطيحوا داك البصيله اللي شلطناها مربعات صغار ونزيدوا عليها داك الصدره ديالنا، صدره وحده ديال الدجاج مقطعه حتى هي مكعبات صغار، عادي نضيفوها فوق داك البصله. كذلك عادي نزيدوا هذيك العطريه حتى هي غنحطوا الكل فوق النار باش يتحروا في مره، اللي هي الابزار ومليحه وشويه ديال التحميره ومعلقه ديال الموطارد وشويه ديال الملحه حتى هي طبعا ما نساوهاش. غادي نخلطوا الكل مع بعضياته وغادي نحطوه فوق النار باش يتحر مزيان ويطيب مزيان ويتشحر طبعا، ما يبقاش فيه تنقطة ديال الماء، يعني خصو يكون مشحر كما شفتو في الصورة. غادي ناخذو البابي الومنيوم، غادي يساعدنا باش نجمعوا داك الساندويش، لان ضروري كندخلوه الفران باش كتذكر من داك الخبز شويه وكيدوب داك الفروماج اللي حطينا لداخل. صافي غادي نقطعوا واحد الطريف ديال البابي الومنيوم، غادي ننزلوا الخبز ديالنا ولا داك العيش على الظهر ديالو كما كتشوفوا في الصوره، وغادي ناخذوا معلقه ديال لاصوص اندالوس. بالنسبه للاصوص اللي كانت حاضر عندكم ما كانتش، كيمكن لكم تعملوا لاصوص الجيريان اللي هي بالكيتشوب وشويه ديال الحار والمايونيز و لا موطارد، كنخلطوهم كاملين مع بعضياتهم كيعطيونا واحد لاصوص كتسمى لاصوص الجيريان، كتجي غزاله حتى هي ولذيذه. اللي ديسپونيبل يعني اللي حاضر عندكم يمكن لكم تخدموا به. صافي غادي نعملوا داك لاصوص، غنحطوا واحد مربع ديال الفرماج، غادي نزيدوا الشلاضه ديالنا المعتمده العاديه اللي هي بصله والخس والبصله والمطيشه مقطعين صغار، غادي نحطوا داك صدر الدجاج اللي مشحر مزيان، غادي نزيدوا شويش ديال لاصوص، نطويو الخبز على جوج كيما كتشوفوا، نعاونوا بداك البابي لانه هو اللي كيجمع لنا داك الخبز ما كيتعاودش يتفتح باش كندخلوه الفران واحد شويه غير شويه باش كيتزكر من داك الخبز، وها هو كيكون الساندويش ديالنا واجد، كيجي غزال ولذيذ ما تشبعوش منه، خصوصا الا كان الانسان مزروب عاد غادي يبقى يطيب الكميله ولا الطاجين ولا هذا كيشلط راسو دغيا ما كيوجد، يعني في دقائق هانتينا بساندويش ليلك ولوليداتك. انا نيس كنت عملت واحد الخرجه لوليداتي وجيت مزروبه، ف شحرت هذيك الصديره ديال الدجاج بسرعه وقطعت هذيك الشلاضه وصايبت لهم دي بيتي ساندويش اللي ديبانيتهم بيهم مع شي شويه ديال الفريت طبعا اللي كيحماقوا عليه الوليدات مره ماشي مشكل. نفس الطريقه انا عاودت لكم نفس العمليه، يعني كنحطوا داك البابي الومنيوم اللي كيعاوننا باش نجمعوا هذاك الخبز، عادي ندهنوا الخبز شي شويه بلاصوص اندالوز، عادي نزيدوا داك المربع ديال الفرماج المربع نحطوه في الوسط، عادي نزيدوا الشلاضه ديالنا وواحد شويه ديال صدره الدجاج اللي هي مشحره في المقله مع البصله وشويه العطريه، كنطويو الخبز كما كتشوفوا وكنحاولوا نزيروها بداك بحال كنصمطوا شي بيبي، نحاولوا نزيروها بداك البابي الومنيوم ونحطوها باش ندخلوها الفران ديالنا كما كتشوفوا. صافي انا غادي نكمل الخبز اللي عندي ديال العيش كامل ونشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الساندويش من بعد ما كندخلوه للفران وكتزكر منو داك الخبز. اذا هنا ساليت، هذا هو الساندويشات اللي وجدت، صافي دخلتهم
للفران، كتشوف الخبز كيفاش كتولي مقرمله وكتقرمش دغيا، ما كتحتاجش الوقت بزاف، واحد 10 ديال الدقائق وصافي. ها هو الساندويتش ديالكم واجد، يمكن لكم ترافقوه بلي فخيت ولا كل واحد ولا تاكلوه غير هكذا، كيبقى الامر اختياري. صافي كيدوب داك الفخوماج مع داك لاصوص ومع داك الشلاضه اللي كيجيو مع بعضياتهم غزلان ولداد بزاف بزاف بزاف. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش تخليوا لي لي كومونتير ديالكم، تعليقات ولي لايك. كنشكر بزاف الناس اللي متابعيني وديما كيدعموني وكيخليوا لي التعليقات ديالهم، كنشكركم بزاف من قلبي، الله يخطيكم عليا. شكرا للجميع، والى فيديو قادم باذن الله.